السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية المصافحة باليد في المنام بتقوية العلاقات وتوثيق الوعود والعهود. ومن رأى أنه يصافح باليد اليمنى في الحلم فهذا يدل على المصالحة وحسن النوايا، فيما رؤية مصافحة شخص تعرفه في الحلم فتدل على إبرام الاتفاقات والعهود معه، أما رؤية مصافحة شخص لا تعرفه في المنام فتدل على الصلح وانتهاء العداوات، فيما رؤية السلام باليد على النساء في المنام فتدل على الإقبال على الدنيا، أما حلم السلام باليد على الأقارب فيدل على حل الخلافات العالقة بينهم، أما رفض مصافحة شخص باليد في المنام فيدل على قطع العلاقات مع الآخرين، فيما رؤية المصافحة باليد في المنام للرجل فتدل على إبرام اتفاقيات وتوقيع عقود في القريب العاجل، أما رؤية المصافحة باليد في المنام لفتاة العزباء فيدل على تحقيق النجاحات والأماني، وإذا رأت أنها تسلم باليد على رجل لا تعرفه في الحلم فهذا يدل على الزواج القريب إن شاء الله، فيما رؤية المصافحة باليد في المنام للمتزوجة يدل على حل أمور عالقة لديها، وإذا رأت أنها تسلم باليد على رجل غريب في الحلم فهذا يدل على بشارة قريبة بنيل الفرج بمساعدة الآخرين، فيما المصافحة باليد في المنام للحامل تدل على تيسير أمور ولادتها، وإذا رأت أنها تسلم باليد على شخص ويضغط على يدها في الحلم فهذا يدل على نيلها مساعدة من الآخرين، فيما مصافحة باليد في المنام للمطلقة فيدل على زوال الحزن والهم، وإذا رأت أنها تسلم باليد على شخص مجهود في الحلم فهذا يدل على تحسن أحوالها والله أعلم. نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.